هاتي اليوم نقدم لكم سلطة الفواكه اللي هي بالفرنسي نقولوا لها سلاد دو فري. دوكا رانا في الموسم الفراولة، الله يبارك، راهي دوكا الموسم تاعها. ان شاء الله نديروا وصفة اقتصادية بأمور سهلة في كل دار. نبدأ على بركة الله. عندنا فريزة اللي هي الفراولة بكمية معتبرة، نزيدو لها حبة بانين عندنا، ونكتب شكل واحد باش نعملو، نزيدو لها كمية من التفاح، كمية من البرتقال. هذه وصفة سهلة، ما فماوناش أمور بزاف، نزيدو لها كمية من الماء. السر تاعها هو الماء الزهر، نزيدوها كمية معتبرة من الماء الزهر، هكذا كمية من الماء الزهر. نجيبو نعبرو كمية من الفنجان هكا تاع ماء الزهر، كمية هكا من الزهر نضربوها في هذه هكا إناء من هكذا تاع السلطة، نديرلها تاع الفاكهة هكذا، نزيدو لها السكر واحد ربع مغارف على حسب الذوق، كل واحد كيف يحبها، واحد يحبها حلوة بزاف يحبها شوية، ونخلطو نخلطوها مليح مليح هكذا، ونغطيوها ونخليوها في الثلاجة اللي هذيك الفاكهة تعطينا البنة اللي تواسل بالنسبة في الماء الزهر، ومن بعد نوريها لكم في وصفة التقديم. جاتنا خليناها مدة في الثلاجة حتى شربت لنا هذاك الوسط نتاعها تاع الماء هذاك الفاكهة، شربت مليح هذاك الماء الزهر والماء والسكر، ومن بعد نقدموها في اكواب هكذا، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وصفه سهله في كل دار. نحطوها لوليداتنا وتبقاو على خير، وما تنساوش ديروا اللايك وتفعلوا الجرس ليوصلكم اي جديد.